في يوم من أيام الشتاء القاسية، وقفت الصغيرة تبيع أعواد الكبريت. أبيع الكبريت الجيد، لدي كبريت جيد، ثمنها رخيص جدا. أبيع الكبريت، ألا تسألونني كم ثمنه؟ إنه رخيص وجيد، لدي كبريت، اشتروا مني أرجوكم، اشتروا مني أرجوكم. سيدي، ألا تريد كبريتا؟ لم تتوقف الصغيرة، بل تابعت تنادي على أعواد الكبريت. أعواد كبريت جيدة، إنها رخيصة الثمن، أنا بائعة الكبريت الصغيرة، فاشتروا مني أرجوكم، اشتروا مني. هيا يا سادة. لا أحد يريد شراء الكبريت، الكبريت الرخيص، هيا اشتروا. تريدون الكبريت؟ البرد شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف، دفء الموقد ودفء الأسرة. أدام الله هذه السعادة، فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها. وتذكرت أحلام أيام السعادة والدفء الماضية. جدتي، بعد فأحضنك يا جدتي. وما أروعك يا صغيرتي. جدتي، هل ستحكين لي حكاية؟ تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل. جدتي، كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك فتاة صغيرة. ماذا صغيرة؟ هل كانت هذه الفتاة كبيرة وعمرها أكبر من عمري، أم كانت أصغر؟ كانت صغيرة ولطيفة وجميلة ورائعة في مثل عمرك يا أحلام. وكانت هذه الفتاة تحب جدتها التي تجلسها على حضنها الدافئ لتروي لها حكاية جميلة قبل النوم، صحيح؟ بلى، كان جمالها غير عادي، صفاء السماء في عينيها اللتين تلمعان كالنجوم، شعرها كخيوط الشمس، وصوتها أجمل من تغريد البلابل. كانت الجدة اللطيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تنتهي غالبا هكذا. هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام، انظري إلى السماء، سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة. هكذا الناس، بعضهم براق ويعيش في سعادة، والآخر حياته ألم. لكن النجم يبقى نجما عاليا ولا يتأثر، سواء أكان براقا أم كان شاحبا، أليس صحيحا ما أقول يا جدتي؟ بلى يا صغيرتي، ستصبحين حكيمة عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك. عندما توفيت أمك واضطر والدك إلى السفر، لم يعد لي هم سوى تربيتك وتعليمك. كانت وصيتها لي قبل وفاتها: اهتمي بأحلام، أطعميها واسقها، علميها، وافعلي وافعلي. خفت في بداية الأمر، ولكن حبي لك كان أقوى من كل شيء في هذه الدنيا، فحب الإنسان لولده كبير، ولولاه لما عاش الإنسان على وجه الأرض، فالبغض والكراهية تحرق الإنسان. أجل، لا أدري لماذا يظلم الناس بعضهم بعضا، لقد خلقهم الله ليعيشوا معا ويساعد كل منهم الآخر. في السماء نجوم، ولو كان واحدا لما استطاع أن يضيء السماء. مهما كانت قوة ضوئه، لا يقاس بضوء النجوم مجتمعة. وكذلك الإنسان لا يستطيع التخلي عن أخيه الإنسان. نعم، لقد فهمت.
لكن هذه الأيام السعيدة الدافئة لم تدم طويلا. جدتي انهضي أرجوك، حفيدتك الصغيرة أحلام تناديك. ماتت الجدة وبقيت أحلام وحيدة. ألم تملي من هذا الجلوس؟ سيدي هيا انهضي. بعد أن ماتت جدتها بدأت الأيام القاسية في حياة أحلام. لا تعودي إلى المنزل ومعك عود واحد، عليك أن تبيعيها كلها. هيا. أعطيني حزمة. تفضل سيدي، هذا كثير. لا أيتها الفتاة الطيبة، لكنها نقود كثيرة جدا. أنا بائعة كبريت ولست متسولة، ولا أستطيع أن أخذ أكثر من ثمنها. ومن قال لك إنني لن أخذ جميع الكبريت بهذه النقود كلها يا صغيرتي؟ ستأخذ الكبريت كله؟ هل ستفتح معملا للكبريت؟ لقد اشتريتها كلها كي تذهبي إلى منزلك ولا تبيع الكبريت في مثل هذا الجو البارد. شكرا لك، تفضل. اشتريتها وأعيدها هدية إليك، أرجو أن تقبلي هديتي. أراك بخير يا ابنتي. أشكرك يا سيدي، أنت كريم جدا. إلى اللقاء. تابعت أحلام بيع أعواد الكبريت في تلك الأيام الشديدة البرودة. مشت طويلا فوق الثلج وتحت المطر وفي وجه الريح، وكل أملها أن تبيع ما معها من كبريت. ورمى بها خارج المنزل وبقيت أحلام وحيدة في هذا العالم البارد. اسمعي أيتها الغبية، لقد أدخلتك لأمنحك فرصتك الأخيرة للعيش في هذا المنزل، وهي أن تبيعي كل الكبريت وإلا. ولكن
لن أستطيع، البرد قارس وحذائي. وهل علي أن أشتري لك الأحذية أيضا؟ ألا يكفي أنني أطعمك؟ هذا، البسيه بسرعة. كان هذا حذاء والدتها، وقد كان قديما جدا وكبيرا جدا، ولكنه مع ذلك أفضل من لا شيء. خرجت أحلام إلى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد. جدتي، كانت الفتاة البائسة تشعر بالبرد الشديد، ولم تستطع أن تحرك أطرافها التي جمدها الصقيع. أما أعواد الثقاب فهي على حالها. لقد حل الظلام ولم أستطع بيع شيء من الكبريت، وإذا عدت إلى المنزل وأنا في هذه الحال فإن العقاب الشديد ينتظرني من دون شك. ماذا علي أن أفعل؟ كيف سأتصرف؟ كيف سأعود؟ إذا أشعلت عود الكبريت هذا فإنه سيدفئني قليلا. سأنال عقابا شديدا إذا أشعلته. لا بأس بواحد واحد. Thank you.
أقدم لك نفسي، أنا الإواسة المحشوة بالمكسرات، فما رأيك أن نرقص؟ موافقة أيتها الإواسة الجميلة. هيا. ها؟ ها؟ رائع رائع، هيا هيا. ماذا تريدين أن أروي لك يا صغيرة؟ ارمي لي حكاية عن البرية الجميلة. سأحكي لك عن البرية كما تحبين يا حبيبتي. هناك نبات وأشجار وثمار وشمس ساطعة. سأذهب إلى البرية لأنها جميلة جدا. في الربيع تكون البرية أجمل، فاستعدي للذهاب إليها واستمتعي بجمالها، حيث البلابل والطيور وأشعة الشمس. أتشوق إليها يا جدتي. أحلام، هيا لنذهب. هيا. لا تتركيني بعد الآن يا جدتي. حاضر. جدتي، أخبريني عن البرية أكثر، فقد أحببتها. تعالي معي وسترينها. وجدت أحلام جدتها أخيرا، ولحقت بها وتخلصت من الجوع والبرد والخوف الشديد، وتركت وراءها تلك المدينة القاسية التي لم ترحم طفولتها وبراءتها.
أعرفها، كانت تبيع الكبريت هنا وباتت في العراء فقضى عليها البرد. مسكينة، كانت تحاول أن تدفئ نفسها بأعواد الثقة، ويبدو أنها عانت بردا شديدا قبل أن تموت. كان الناس يتحدثون عن الفتاة المسكينة، لكنهم لم يعلموا أنها رأت أجمل الأحلام السعيدة مع جدتها التي تحب أن تبقى معها وألا تفارقها.